هنتكلم على الفيم 4D اهوت، هشير الشاشه اهوت مع حضراتكم اهي. طيب بالتالي كده الشاشة واضحة تمام؟ إن شاء الله ممتاز. طيب أنا هعمل فول سكرين. حاضر برزنتيشن. طبعا فكرة إيه هو البيم وكده الناس كلها عارفة، هنعديها كده إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على موضوع البعد الرابع من أبعاد البيم. هنتكلم على يعني مقدمة سريعة عن البيم عشان ناخد فيها دقايق لسه جاي جديد. هنتكلم إن شاء الله سريعا برضو عن الـ 4D، وهنشوف أهم البرامج بتاعة البيم وإيه السايكل وفوائد الـ 4D. إيه هو البيم سريعا كده؟ البيم هو إن أنا أحط كل العناصر بتاعة المبنى جوه الكمبيوتر، بحيث شات اقدر احلها اثناء التصميم، اقدر اعمل حصر، اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها لاتخاذ القرار. تمام؟ طيب يا ريت بس ما حدش يقعد يعمل مش خطوط. طيب احنا هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نبقى فاهمين الشغل هيبقى ايه؟ العمليات اني اللي قبل ايه؟ يعني هل انا هبدا بالعمليه الفلانيه ولا العمليه الفلانيه؟ في حد عمال يعمل اتيشن؟ يا ريت. طيب فهي كلها ان احنا الخطوات اللي هتتم قبل ايه، دي الفكره من الفور دي. ان انا بدل ما انا عندي المبنى قائم بقدر اعرف انا العمليه اللي هتبقى يعني، وده هيفيد ان الناس تفهم الكونسبت اللي احنا بنشتغل عليه او هتفهم المسار اللي احنا هنمشي عليه. لو احنا جينا نبص كده على اللي استخدمها عشان نعرف كل عمليه المفروض هتبدا من يوم ايه وتنتهي يوم ايه، يعني مثلا هنا مثلا العمليه الفلانيه هتبدا مثلا من يوم دوت لحد اليوم دوت، وبعد كده تبدا العمليه. اعمل دهان وانا لسه اصلا ما عملتش حته، مش هينفع اركب باب وانا اصلا مش عامل الحته بتاعت الباب، فلازم يبقى فيه ترتيب للعمليات، بيبقى عندي المسار حارب وبيبقى عندي. لو انا وريت الخريطه دي لواحد غير متخصص في الجدول الزمني ممكن ما يقدرش يفهمها، ممكن يقول لك ايه المقصود بيها او مش قادر يستوعبها تماما، او شكل المبنى يبقى عامل ازاي او شكل العمليات تبقى عامله ازاي. فعشان كده احنا بنلجا للفور دي ان انا اوريه له الحاجات بتتم ازاي. طيب الموضوع ان انا بدخل البرنامج اللي انا بعمل في الموديل ايا كان البرنامج، يعني مش لازم يكون برنامج معين، ممكن برنامج مثلا تكلا، ممكن برنامج مثلا زي الار تي كي، ممكن من اي برنامج من البرامج بتعمل فيها الموديل وبعمل فيها بارامتر. الصوت واضح. طيب انا هحاول اقرب انا هحاول اعلي الصوت. طيب بنحاول نعمل فيها بارامتر، البارامتر ده بديله اي دي، بديله تاسك اي دي، يعني بديله رقم معين عشان اربطه بالجدول الزمني. يعني انا عشان ارتب العمليات في قلب البرومافيرا او الام اس بروجكت بيبقى فيه تقسيم للعمليات. بدل ما انا اقول عندي مشروع الحجم الفلاني، طب انا هحاول اخلي الشده في الاخر عشان ما يبقاش فيه تشتت. بدل ما يبقى فيه مشروع كبير اقسمه لاجزاء، بعمل له ورك بريك داون ستراكشر عشان اقدر اوصل للعمليات الصغيره بحيث اقدر اتحكم فيها. على سبيل المثال مثلا واحد يقول لك هنفترض مشروع حفظ قران، فلما اقول انا احفظ القران كله بس مثلا ان انا كل شهر مثلا احفظ مثلا حزب، فتبقى معروف هدي كل واحد فيهم رقم بحيث ابقى عارف انا وصلت لحد فين. دي الفكره بتاعت تقسيم المشروع بتاعنا. بنقدر نقسم يعني بنقدر نقسم الاعمده لوحدها، الكاميرات لوحدها، وهكذا. فهو بيبقى منقسم الشغل بتاعنا، ممكن تقسمه لزون، ممكن تقسمه لبارتات، ممكن
كنت اقسمه العناصر بعد كده بيبقى ليها ترتيب معين، وكل حاجه بيبقى ليها الاي دي بتاعتها، الرقم بتاعها، بحيث ان احنا نبقى عارفين انا اللي هتم قبل انا. تمام. وبعد كده برنامج النفس وركس، وابدا اديهم ارقام بحيث ان انا اعمل سيلكت على العنصر دوت بيقدر يعمل لي العمليات اللي هتتم في اليوم دوت بالشكل ده. وطبعا ممكن نديهم الوان، يعني كنت حتى في عندنا مشروع مستشفى كده، كنا كل اسبوع في ريبورت بنعمله بالشغل اللي تم في الاسبوع دوت والشغل اللي كان ده لون وده لون، بحيث بوري له تقرير للشغل بتاعه. طبعا لو انا مدي له مقسم شغل مظبوط ومدي نفس الارقام في البرنامج مع نفس البرنامج الموجود في الجدول الزمني زي البروماجيرا او ام اس بروجكت، هو اوتوماتيك بيبدا يلقط ده مع دوت ويبدا يربطهم مع بعض، فما بياخدش وقت. اهو ال 4 دي بدي وبدي له السكادول، وبينتج لي من كده ان انا ببدا اشوف المبنى بدل ما هو واقف قائم بذاته المبنى خلاص كمل، لا ببدا اشوف العمليات بتتم ازاي. هنبدا نشوف فيديو كده، ببدا اشوف المبنى مثلا فاضي خالص، وبعد كده بيبدا يظهر الفاونديشن، وبعد كده تظهر الاعمده وتظهر الكمرات ويظهر الفلور ويظهر كل الحاجات دي. تمام. ده مثلا بتبدا تشوف الحاجات، مثلا ده الفيز 1 الشغل مثلا اهو، وبعد كده فيز 2، وبعد كده فيز 3 4 5 لحد ما المبنى يخلص خالص. تبدا تفهم ايه اللي هيتم قبل ايه، هل انا هخلص الغرفه كلها وبعد كده هدخل المكن، ولا المكن الاول، ولا همشي ده الاول، ولا هعمل فتحات. فتبدا تفهم الشغل هيبقى ماشي ازاي. حاجه كويس قوي، ممكن يكون عندي اثنين جدول زمني وابدا اقارن بينهم واشوف انا الافضل، يعني هدي له نفس الموديل واربط بيه مره الاسكادول الاولاني ومره الاسكادول الثاني، وابدا اشوفهم في الفور دي فاقدر اللي هيخلص الاول وانا اللي هبقى فيه مشاكل وهكذا. او يبقى عندي اثنين موديل وعندي اثنين جدول زمني وببدا اعمل برضه كومباريتيف بينهم وابدا اشوف انهي فيهم، او سيناريو اخر ان انا يكون عندي اثنين موديل وهو جدول زمني واحد وابدا اشوفهم وابدا اشوف انهي اللي هيكون افضل. طيب انا عندي برامج كتيره للفور دي، طبعا نفس وركس مشهور، في برنامج اسمه سينكرو برضو مشهور، في كذا برنامج من البرامج ديت هنشوفهم مع بعض. وهو بيعمل رابط بين البرامج اللي هي البنتري وبرامج اوتوديسك وبرامج اوبن بيب مع البرامج بتاعه الام اس بروجكت واوركل، وممكن الجدول الزمني يكون معمول على الاكسل، يعني هو يقدر يفهمه ويفهم الجدول الزمني ياخده من الاكسل عادي مفيش مشكله. بس هو الافضل طبعا تدي العيش لخبازه وتعمله على برنامج متخصص زي البروموفيرا او ام اس بروجكت. تمام. طيب ده على سبيل المثال اهو، دي السبيشاليست الراجل المتخصص في الفور دي، بنديله الموديل وبنديله الجدول الزمني وهو بيبدا يربط بينهم ويبدا يشوف لو في اي مكان مش واضحه يبدا يربطها بشكل اقوى، وفي الاخر يطلع لنا الفور دي اللي هو بتقدر تفهم منه الجدول الزمني. طيب فمثلا لو احنا قسمنا الفور دي مثلا دي حسب لها، ففي الاول انا بعمل الجدول الزمني وبعمل الموديل وببدا اربط بينهم وببدا اشوف الموديل هيبقى عامل ازاي وببدا اناقش مع الاقسام كلها، وبنبدا نعمل السكادول، هل السكادول ده مظبوط ولا لا، ولا مش منطقي. يعني هل ممكن يكون حد مثلا مش واخد باله وبيعمل الجدول الزمني وخلى فيه ثلاث اربع مهام هيبقوا في نفس المكان، او في فجوه زمنيه، فنبدا نشوف الجدول الزمني هيبقى مظبوط ولا لا. وبعد كده ده مثلا صوره مثلا لل من الستيج رقم 1، وبنبدا نشوف ازاي وكل العمليات بتتم ازاي. ده المشروع اهوت، وتبدا تدي كل شغل لون بحيث اللي يشوف المشروع بالشكل دوت يبقى فاهم الكونسبت وفاهم الترتيب بتاع المشروع وفاهم ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش وهكذا. طيب بعد كده بندخل في ستيج 2، بنبدا نشوف بقى الزونز اللي موجوده ونقدر نعمل الاجهزه اللي موجوده في الموقع زي الكرين مثلا هتبقى تتم ازاي تحط فين. ده هنا خلاص احنا دخلنا في مرحله الكونستراكشن، فبنبدا بقى نشوف الاماكن مثلا الحاجات اللي هي المواد الخام اللي هتتبني بيها هتتحط فين المكن وهكذا، المكان اللي يقعد فيه
المهندسين او المكتب الفني بيبقى يحدد له المكان بالشكل دوت اهوت. طيب بعد كده نبدا بقى ندخل في ستيج 3 اوبتمايز، بنبدا نبين افضل حاجات وبنبدا نشوف اناليسيس للكرين، هل المساحه بتاعتهم كافيه ولا هنضطر ان احنا نضيف، ولا نقدر نعمل كرين متحرك على اساس ان مساحه كبيره مثلا، بنقدر بتاع السكادول بحيث ان احنا نوصل لافضل جدول زمن، بنعمل دراسه للكرين بشكل دوت. وبعد كده خلاص في مرحله الاخر مرحله بنبدا نشوف افضل، بنثبت السيموليشن ونبدا نشوف الشغل الحقيقي بيتم ازاي اللي احنا نقدم بيه التقرير. وسهل جدا في قلب البرامج ديت ان انت تعمل ووك ثرو جوه المبنى، وبيبقى اخف بكتير من لو انت عملت الووك ثرو ده جوه البرنامج اللي بيعمل. طيب ده وبعد كده بقى اخر حاجه، خلاص احنا خلصنا المشروع بنبدا نشوف بقى الدروس المستفاده من المشروع، ونبدا نعمل تقرير ونبدا نجهز موديل لان حد مثلا شاف فيه في الاوبريشن. طيب ايه الفايده بقى من موضوع ال 4 دي موديلنج؟ زي ما انت شايف ده الشكل التراديدي التراديشنال للجدول الزمني، ممكن الواحد ما يكونش فاهمه تمام. فده ال 4 دي بلاننج اند سكادول، فانتوا ايه رايكم افضل حاجه ايه؟ ان انت تفهمه ولا الشكل التقليدي التراديشنال؟ يعني انا شخصيا شايف ان هو ال 4 دي بلاننج بالشكل ده 3 دي 100% الدماغ والمخ بتقدر تستوعب الارقام والاسلوب التقليدي يعني. طيب بعد كده لو بصينا للناحيه الثانيه اللي فعلا قرنا بين اللي كان المفروض يحصل المخطط ليه والاكشوال الحاجات اللي اتنفذت فعلا، فبالشكل دوت ممكن الواحد ما يكونش مستوعب احنا كويسين ولا وحشين ولا لا، انما ادوا اكشوال وبيدي لون للحاجه اللي فيها اختلافات، وحاجه 3 دي العقل يفهمها، يعني العقل ليه قدره معينه على الاستيعاب، لما يسمع حاجه غير لما يشوفها بعينيه، غير لما يلمسها بايديه، لما يشوفها بعينيه 3 دي بيبقى استيعاب اكتر بكتير. فانت تفضل اي طريقه، دي طريقه مثلا دي احدث طريقه بيدرس في الاداره، ان انا بعمل ورقه كده وبروح قاطع الحاجات اللي انا هعملها والحاجات اللي انا شغال فيها وهكذا، ده الاسبوع الاول الاسبوع الثاني. طب انا عندي امكانيه ان انا اعملها بالشكل دوت، فبشوف الحاجه مجسمه وفاهم ايه اللي بيحصل، مش ورقه اعضاء فيها الحاجات اللي فيها في الطريقه. طيب تراديشنال بروجرس ميتنج ديسكشن بالشكل دوت تمام، ولا تشوفها في 3 دي؟ على فكره احنا في 4 دي في موضوع السيفتي فبنوريها للعمال فيقدروا يفهموا السيفتي هيبقى مش زي وتم حاجات افضل تمام. ده تراديشنال كليم اناليسيس، لما بنبدا نختلف الكلام واضح جدا ان انت المفروض توصل لكذا وصلت لكذا ففي فجوه او في مشكله تمام. ده مثلا الدوكيومنتيشن الطبيعي، وده دوكيومنتيشن على اسم العمليه يوريها لك 3 دي ويوريك صور ويوريك الحاجه اللي خلصت وهكذا تمام. طيب العمليه بتتم ازاي؟ العمليه ان انا بدخل 3 دي موديل، بدخل السكادول اللي فيه ال او دي بدخلها في البرنامج اللي انا هشتغل عليه، وبعد كده بيطلع لي 4 دي موديل، بعمل امبورت ببدا ادخل 4 دي، ببدا اشوف هل في اي مشاكل، في كريتيكال في اي مشاكل، وابدا اشوف المشكله فين وابدا اعمل لها سيموليشن. مظبوط خلاص وكمل. طيب خلينا نشوف الموضوع ده فيديو. ده هنا ال 3 دي مع ميني باربوت، بعمل سيلكت العنصر واعمل سيلكت هنا ويبدا يضرب كده، وهنستفاد ان احنا نبقى شايفين الحاجه كويس، فاهمين التخطيط، كل الاقسام فاهمه ايه اللي مطلوب منها، بيبقى في حاجات مثلا مخطط ليها وحاجات اتبنت، فببدا اشوف الفرق، فمجرد ان انت تبص خلاص عرفت فين المشاكل. طيب اهم البرامج اللي بتشتغل بالموضوع دوت، ده برنامج اسمه برنامج السينكرو، هيبدا يورينا الفكره نفسها عشان ايه نستوعبها. طبعا ده فيديو دعائي للشركه. هو البرنامج ده قوي في ال 4 دي اهو، بيوريك بقى ان الحاجات بتتبني ازاي تمام، زائد ان هو في حاجات في الاداره مثلا في موضوع السيفتي، تقدر تحط اماكن
المشاكل هنا الكلادنج بتركب. تمام، بتبدأ تظهر العمليات معاك حسب الجدول الزمن. هنا تاني مشهور تبع اوتوديسك اسمه نفس وركس، ده قوي في الفور دي والفايف دي. ده صح، البرنامج قوي جدا بس مش مشهور لان هما مش بيعرفوا يعملوا دعايه قويه زي اوتوديسك. ده نفس وركس، ونفس وركس البرامج القوي جدا في البي وسهل الاستخدام. السينكرو اقوى في الفور دي. تمام، شايف دي بقى المقصوده بقى، هي دي الفيديو اللي انا بقول لكم هتقدر تفهم العمليه جت مين اللي عملها. طبعا ممكن اضيف هنا الجدول الزمني يوم كذا هيحصل كذا، واقدر اضيف كمان حاجه ثانيه اللي هي التكلفه، بحيث ابقى عارف ان في شهر كذا هكون صرفت قد كذا، تكلفه لحد شهر مارس كذا. ده بيفيدني او بيفيدني لو بعرف مثلا انا عامل حسابي في المشروع ده ب 5 مليون. تمام، عندي امكانيه ان انا ادخل، بس انا ادخل 5 مليون بس، بيقول لي مثلا في شهر مارس ده الشغل هيقف، فده بيفيدني ان انا بربط الفور دي مع الفايف دي. ده الشكل بتاعها، طبعا حاجه جميله جدا يعني، بالذات بقى ان انت ممكن تشوف والاوجمانتد رياليتي بيعمل قناع شكل جميل جدا. طيب ده بنتلي نافيجيتور، ده مش شايف احنا جايبين كل البرامج، احنا هدفنا ان الناس تشتغل على حاجه وتطور طريقه اسلوب الشغل في المنطقه العربيه بس، لا اكثر ولا مش بنعمل دعايه لاي شركه مش عارفين. تمام، ده هي الحاجات بتظهر، تظهر الفلور، بتظهر الحوايط، بيقدر يظهر ميدا الكاميرات، الحاجات دي كلها. وزي ما انت شايف اهو ده الجدول الزمني بيقول لك ده هيبقى يوم ايه وده يوم ايه وهكذا. ده برنامج اسمه فيكو قوية، هو برنامج بريطاني. شركة فيكو من البرامج القوية اللي لها برامج كتيرة جدا في مجال 4D و5D، وبالذات موضوع الحصر قوي جدا عندها. هو الفيديو بيحمل بس. هو خلي بالنا ان الفكره واحده، يعني لو انت اتعلمت برنامج ورحت لبقيه البرامج هتلاقي نفسك يعني في ظرف مثلا يوم او يومين فهمت الفكره، كان بس الاماكن الزرار اختلفت، انما كلهم الفكره بتاعتهم واحده. تمام، طيب لو جينا بقى نبص على البرنامج دوت، البرنامج ده برنامج الميو، فمش هتلاقي نسخه عربي او انجليزي حتى. هو مش شركه اسمها ار اي بي. البرنامج ده بيتطور فيه بشكل قوي جدا، هو اقوى في بس الفور دي برضه عنده ممتاز حلو يعني مش وحش، وهو ميزته ان هو بيعملوا منه نسخه دلوقتي اونلاين. تمام، يعني ده على الجهاز، ما في نسخه ثانيه بس للاسف ما فيش حتى نسخه تجريبيه. جربت معاهم ما فيش، تعمل امبورت للملف ام اس بروجكت بيبدا يربط ويبدا يوريك الحاجه تبقى. المانيا عندها برامج كتير جدا بس هي مش عاملاها بالانجليزي ومش مديها فرصه ان حد يجربها، فعشان كده البرامج بتاعتها مش مشهوره. ده هنا مركز على الفور دي والفايف دي، يعني بيوريك برضو التكلفه هتبقى عامله ازاي. هنا التايم، وهنا ال حاجه فلوس. طيب ده برنامج برضو ممتاز جدا، ده برنامج اسمه زي بلدر، ده برنامج عربي مصري.
واستاذ حاب الشركه، فهم قالوا اي حد من المقرب هيكلمنا بقى لي 6 شهور تجريبي، ده مس ان هو بيربط بين ال 4 دي وال 5 دي، وبيربط بينه والسبلاي تشين وكوست كنترول و الكيومنت والمخازن. حاجه قويه جدا، وزي ما انت شايف هو اونلاين تمام، فهتقدر تربط بين العناصر ديت والعناصر دي، تقدر تشوف الموديل وتبدا تشوف المبنى هو بيبني واحده واحده. طبعا في البيم حاجه اسمها ليفل 3، ما فيش حد وصل له وصل لليفل 3 لسه، وكانت بتوصل لي سيفيهات ان في ناس كتير اشتغلت ليفل 3 بس يعني هو يعتبر اي بيم، يعني لازم يكون فيه انتجريتد وهيكون فيه انترنت، يكون الشغل انترنت مش على الجهاز. من البرامج اللي مرشحة انها تخش في الموضوع ده ان شاء الله قريبا يعني. طيب بص، بالنسبة للربط بين الجدول الزمني والموديل 3 دي، في فيديو انا عامله تمام، وهوريكم حاجة مثال دلوقتي عملي ان شاء الله، وبرضو اللي معانا فما تقلقش يعني في فيديوهات معموله للموضوع ده بالتفصيل هبعتها لكم باذن الله على الشات ان شاء الله دلوقتي. طيب ده بالنسبه للجدول الزمني، ده الاكتيفيتي الديوريشن هتبقى قد ايه وهكذا. وفي حاجه اسمها كريتيكال باس، فبنبدا نفهم ايه هو فين النقص، فين العمليه اللي لو حصل فيها مشكله المشروع كله هيحصل له مشكله. يعني في عمليات ممكن ما تاخد 4 اسابيع، لو خدت 5 كده كده اصلا مش هتاثر على جوده المشروع تمام. ده اللي هو الكريتيكال باس. انا مش عايز الاداره بس هو الفكره كلها ان في بعض العمليات بتبقى مسنوده في الوقت. طيب ده مثلا مثال للجدول الزمني اهوت تمام، ده الجدول الزمني، ده الحاجات دي، فنبقى عارفين انا هركز مثلا في الاسبوع ده على الجزء دوت، وبعد كده الجزء ده السيكونس كل شهر اني جزء اللي انا هبقى شغال عليه بالشكل دوت. فلما تشوف الحاجات دي بتتطور، لما انت تيجي تبص على الجزء 3 دي تبدا تفهم اكتر من لما تبص على الجدول الزمني اللي تحت تمام. وزائد ان الفورد دي بيديني الاثنين يعني ده، وبيعرض لي التاريخ هنا وبيعرض لي التكلفه هنا، فبيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها، واقدر احط الكرين واخليه يتحرك نفس الحركه اللي هتحصل في الموقع. بل ولو في حاجه هتتركب بشكل صعب شويه اقدر اعملها واخليه يشوف المكنه ويتحرك ازاي. انا اقدر اعمل حركه للمكنه تمام. طيب كده الفيديو نفتح الاسئله و ثانيه واحده. هو انا بحاول اسطب لنفس وركس لان هو مش مسطب عندي للاسف، فلو وصلنا ونشوفه باذن الله. طيب نبدا نشوف الاسئله. سايمون اتفضل. شو سايمون؟ شو سايمون؟ طب باشمهندس سامة، لو واحد عنده سؤال في زرار كده زي الايد بس هاند. السلام عليكم يا مهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ فاضل، اتفضل. حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال بالنسبه للمهندس المعماري او الانشائي، لو عايز يكون قوي في ال 4 دي وال 5 دي، هل السوفت ويرز بس تكفي ولا لازم يكون عنده علم كبير بمبادئ المانجمنت الشغل ال 4 دي وال 5 دي بشكل احسن؟ بص، هي في بعض المعلومات الاساسيه لازم يكون عارفها، واكيد هو بيعرفها من خلال الشغل. يعني يبقى فاهم مثلا، مش لازم يعرف البرمجيرا كلها، يعني مش لازم يتعلم البرمجيرا عشان يشتغل في نفس وركس او السينكرو او اي حاجه من الحاجات دي. إيه. انما هو لازم يبقى عنده المبادئ الرئيسيه، فاهم فكره الجدول الزمني، فاهم فكره الاي دي مثلا اللي موجوده.
قلب الكورس بتاع النفس وركس، يبقى فاهم الاساسيات. يعني برضو موضوع الحصر، موضوع الحصر في ناس متخصصه قوي وعامله ماجستير في الحصر والحاجات ديت، فلا ممكن اللي يعرف بس معلومات الاساسيات. طيب بالنسبه للبرامج المشهوره في مجال الفور دي والفايف دي، يعني يمكن اشهرهم النيفز والسينيكرو، بس في برامج تانية مش مشهوره شفت لها فيديوهات من الحركه ما ذكرتوش على ما اتذكر، اللي هو برنامج بيكسل كان بيتكلم عنه دكتور بلال سكر لو حضرتك تعرفه. عارف بيكسل هو برنامج بيكسل مانجر او تقريبا حاجه كده. اه هو برنامج قوي، بس هو حتى الان ما وصلش للمنافسه مع البرامج دي. يعني انا شفت مثلا في برنامج بيعمل الفور دي جوه الريفت، تمام، شركه انديه عملته بعتته لي، رغم ان انا احطه في البرزنتيشن، بس هو حتى الان ما وصلش لمستوى المقارنه مع البرامج دي. يعني هو مازال نيفز وركس والسينيكرو هم اكتر اثنين مشهورين على الساحه، وللاسف البرامج الثانيه مش مشهوره لان هم مش معمول لها دعايه كويسه، او بالاصح مش مديك نسخه تجريبيه تجربها. يعني انا كلمت معاهم كذا مره، الفيكو البنت نافيجيتور، دول نسخه تجريبيه هعمل لك شرح ببلاش وناس تعرف عليهم في الدول العربيه، رفضوا. اه تمام ماشي تمام هندسه، ماشي جزاكم الله خير. جزانا وعليكم الف شكر حضرتك. طيب بعد اذنكم، كان في دكتور ابراهيم. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد الله يبارك ساعتك، مشكور على المحاضره وجزاك الله الف خير. حضرتك بخصوص بعض الكتب معتمده في بعض الجهات الحكوميه، انت من خلال تعرضك ايه اكتر حاجه هي معتمده؟ ان بعض الجهات تعتمد برنامج ما ترضاش بالتاني، فايه الاكثر حاجه المشهوره شويه؟ اللي طبعا نتيجه الامباكت اللي بيحصل ودوت واثق في البرنامج ده مش واثق، بيدوا له داتا كويسه، بيدوا له ريزلت كويسه، هي افضل حاجه انت من وجهه رايك؟ وفي نفس الوقت برنامج على مشروع اوريدي اسبلت بقى له اكتر من 10 سنين، والمخططات يعني شبه ممكن بقى تعمل اسبلت من جديد. طيب بالنسبه للمعتمده، انا ده الرابط بتاع صفحه نفس وركس لو حد عايز يفهم التفصيل، وان شاء الله برضو هنحاول ان احنا نبقى نشرحه مره ثانيه. ده شرح نفس وركس، تمام. طيب بالنسبه للمعتمده في الوطن العربي هنا، هم يعني متعاونين اكتر مع شركه اوتو ديسك، لان اوتو ديسك بتعرف تعمل دعايه قويه لنفسها، تمام، ممكن تكون والبرامج فيها امكانيات حلوه. يعني السينكرو لو حد بيشتغل بلانر او شغال في مجال اداره المشروعات هيحب السينكرو اكتر. السينكرو مديني ادوات قريبه قوي، فانا كنت شغال في قسم البلاننج في شركه كبيره في قطر، فكنت يعني فاميليار مع البرمجيره، فكان بالنسبه لي السينكرو ده. انما البرامج بتاعت الديسك بتبقى اسهل وسهل جدا، ولو اي حد اتعلم برنامج اتعلم الباقي. فهو البرنامج اللي مشهور في الخليج هنا مثلا الريفت والنكس وركس، تمام، الا نادرا بقى لما تلاقي مثلا مشروع مثلا زي مدينه مصدر كانوا مشغلين على برنامج بنتلي، مشروع المترو مثلا في قطر كان شغال برضه على برنامج اخر، بس هو الاغلب هو الريفت والنكس وركس. ولو في حاجه بقى مخططات قديمه موجوده بنبدا نشوف، كان بيبقى كلها بي دي اف. ساعات في مثلا حد امبارح كان مكلمني عايز يعمل مدينه يخليها 3 دي، هو كل اللي عنده لوح اوتوكاد و2 دي، فلازم نحول الاوتوكاد ده لثاني نبدا نشوف هندخلها ازاي مع الجي اي اس ونربطهم مع بعض وحاجات زي كده. ممتاز، جزاك الله الف خير باشمهندس. جابر. السلام عليكم يا باشمهندس. تحياتي لحضرتك ومشكور على المجهود. انا بس للاسف يعني دخلت في سؤال قد يكون مكرر، ما اعرفش حضرتك قلته ولا لا، فسامحنا ورمضان كريم. الله يكرمك. هو بس مبدئيا في اكثر من سؤال. السؤال الاول يعني بيم له تخصص محدد في دراسات عليا، يعني مثلا لو حبيت ادرس دراسات عليا في البي اي ام، هل يعني في له محتوى معين، له منهج معين ممكن ادرسه خريج جامعه الازهر، تمام، واعمل في السعوديه لو حبيت ابدا في الدراسات العليا في البيم تحديدا ابدا منين؟ ده السؤال الاول. طيب
جاوب عليه ولا زي ما حضرتك تحب عشان ما انساش. بص يا فاضل، البيم علم خادم، تمام؟ العلم نعم. البيم علم خادم، يعني علم خادم كلها، تمام؟ تمام. في بعض العلوم الثانيه بتبقى علم مخدوم، العلوم الثانيه اللي بتخدمها، زي مثلا علم الحديث هو علم خادم لبقيه العلوم، يعني بنستفاد منه بقيه العلوم. هي نفس الفكره، علم البيم علم خادم، فممكن تستفاد منه كل الحاجات. يعني لما تيجي تروح مثلا جامعه الازهر وتقول انا عايز اعمل في تخصص البيم، ويقول لك لا انا ما عنديش الكاتيجوري او ما عنديش تصنيف، خلاص انا هعملها في اداره المشاريع من خلال البيم، وتبقى رساله اسمها كده اداره المشاريع الرصيفه من خلال البيم، او تمام. اللي بتتابع من خلال البيم. فكل تمام. المواضيع اللي خاصه بالدفاع البديل، ان انت تلاقي موضوع ما تلاقيش البيم فيه، يعني حتى النانو تكنولوجي هتلاقي فيه، هتلاقي حتى في الصرف، في الشبكات، في كل حاجه، لان هي فكره كلها ببساطه فكره الميل نموذج للمبنى ايا كان كل التخصصات بتاعته جوه المبنى، عشان اكتشف المشاكل وعشان ما تفوتش حاجه. تمام. اي موضوع من الموضوعات وتخليها من خلال البيم، وهديك ادوات تساعدك في الموضوع ده. تمام. جزاك الله خير يا باشمهندس. السؤال الثاني. ايوه الله يكرمك. طيب، هل في ظل الظروف الحاليه والوضع الحالي، يعني انا اذكر لما كان في ازمه، انا عمل في السعوديه من يوم يعني سنه 2008، تمام، 2009، تمام، هل في ظل الظروف الحاليه، انا اذكر سنه 2015 اخذت الريفت في المدينه المنوره وكان معايا شهاده من اوتوديسك، ولما حصلت الازمه ما حصلش اي جديد، يعني قعدنا في الشغل كلنا ما فرقش اي حاجه خالص، مين اللي معاه ومين اللي ما معهوش، ما خدهاش، تمام كده. فهل في ظل الظروف الحاليه هيفرق الموضوع دلوقتي حاليا او لا؟ طيب بص يا دكتور فاضل، انت لما حصلت الازمه ديت و ان انت تعمل شغل من خلال الانترنت، يعني فريلانسر، يعني دخلت على موقع زي اب وورك، انا بتكلم عن 2015، تمام، وطبعا الوضع دلوقتي احسن من 2015. ما كنتش اعرفك يا مدرس، مش عارف جزاك الله خير. تستغل فرصه ان قعدت في البيت وتعمل تغيير الموضوع، ممكن الموضوع تلاقيه مربح اكتر وضمان اكتر، ان انت بتخش على فرنسا وتتفق معاهم من اي شغل تقدر تعمله، وده ممكن يفتح لك باب رزق كبير وباب دخل كبير، لان انت بتاخد شغل من امريكا ومن اوروبا ومن دول دي، وطبعا انت مثلا دولار، ففرق العمله يبقى 300 دولار في الساعه، فهناك بالنسبه لهم فرق كبير، فبالنسبه لهم مبلغ بسيط، بالنسبه لك انت مبلغ حلو يعني. طب معلش ابحث عليها بعد المحاضره اشوفها، يعني ابحث اشوفها الموقع اسمها ايه. نعم، فري لانسر. ايوه فري لانسر، اوكي. في موقع معين ولا هو ده اسم الموقع؟ هو اسمه كذا حاجه، فري لانسر دوت كوم، فري لانسر دوت اورج. في موقع ثاني حلو اب وورك، اسمه ايه؟ اب وورك، اي بي ولا اب يعني يو بي؟ وورك، اب وورك. تمام يا فندم. في من جوه تخصصات معينه تدخل تبحث عليها تعرف توصل، يعني كل حاجه انت عايزها، هتلاقي ناس عايزه فوتوشوب، وهتلاقي ناس عايزه بيم، وهتلاقي ناس عايزه شغل انشاء حاجه. تمام. طيب انت دلوقتي مثلا الجهد اللي بتبذله في موضوع البيم او كده، حتى لو حصل ايه موجود معاك، يعني بتقوس بيه بتاعك، يعني لو انت كانت فرصتك فرصتك 2% 3% بتعلي الفرص بتاعتك، تمام. يعني في بدل ما انا كنت مثلا عارف كاد بس، لا انا بقيت عارف كاد وريفت، فلو عايز كاد انا موجود، لو عايز ريفت انا موجود، فبتقوس شغل زي ما الامام علي الصلاه بيقول قيمه كل برين، لا الامام عليه الصلاه والسلام وينفع عليه السلام. انا زي عادي شغال مع حضرتك في اي حاجه، مفيش مشاكل. سيدنا علي رضي الله عنه مفيش اي مشكله. لا، ولو قلت عليه السلام موجوده في البخاري يعني. تمام. والله كلامك كله مرمي يا اخي، كل ما تحسن حاجه مش مجرد تتعلمها، لا تشتغلها بايديك وتتقنها هتبقى حاجه كويسه. الله يكرمك. طيب هتفيدك جدا جدا ان انت اتعلمتها، يعني انت عندي مثلا الغيره ممكن ما اكونش اشتغلت بيهم، بس فرقت معايا جدا ان انا لما بتكلم في الفور دي ببقى فاهم انا بتكلم في ايه، لما بتكلم في البيم ببقى فاهم الموضوع ده، لما احضر اجتماع بقدر اتكلم فيه. تمام يا فندم. السؤال الثالث، معلش مش هطول في السؤالين الاخرين. سامحني يا باشمهندس. الله يكرمك. طيب، هل سوق العمل في مصر دلوقتي يعني يعترف بالبيم ولا لا؟ لان طبعا متواصل مع بعض الشباب زمايلي المهندسين او يعني قرايبي اي يعني ايا كان، فبحس ان الامور حتى الاوتوكاد يعني دوبك شغالين اوتوكاد، فما
عرف شهاده سوق العمل في مصر، يعرف الكلام ده مثلا، يعني مش موضوع يعرف، يعني هل هو مهتم بالقصه دي شغال بيها، ولا هل في شركات معينه في مصر هي اللي شغاله بيه ولا، يعني هل مستوى الشركات مختلف، يعني مين اللي شغال في مصر لو تعرف ال. طيب بص يا سيدي الفاضل، السوق في مصر في شغل البيم حاجتين، في مشاريع موجوده بيم في مصر كبيره جدا وحاجه على مستوى العالم، تمام، زي مشروع المتحف، تمام، ده انترناشونال ومعروف على مستوى العالم ان هو معمول بيم، تمام، انا عامل كله من اول ما شاء الله. وعندك مشروع العالمين، عندك مشروع مول مصر، عندك المشاريع كتير قوي معموله في مصر بالعاصمه الاداريه الجديده، الحاجات دي كلها. في حاجه تانية بقى، ان في مشاريع كتيره معموله في الامارات وقطر والسعوديه معموله في مصر، يعني هو بيقول لك بدل ما انا اسفر الواحد هنا وقصص لا، الاوفر لي ان انا اديله هناك، يعني لو جه مثلا عندي هنا ياخد مثلا 10,000 ريال ده بالميت، لا ده لو اشتغل في مصر واديته 30,000 مصري بالنسبه له حاجه بسيطه مثلا ولا حاجه، لا هيبقى بطار بيهم، وانا كده بوفرت كتير قوي. ففي شغل كتير بيتعمل في مصر لحساب دول في الخليج، وفي مشاريع بتتعمل، وفي عشان مش عارف مش عايز انت تبدا، بس انا ممكن اقول لك مثال، يعني مثال برضو ايه، كانت مثلا زي دار الهندسه، الدار السعوديه، دار الفايز، المقاولين العرب، اوراسكوم، الشركات دي شغاله في مصر. يعني الواحد مثلا ممكن يتواصل من خلال، يعني لو هو مثلا واحد حاب يعني يشوف فرصه عمل في مصر، هل هو يبحث، لو عايز ابعت السي في وابعت البورتفوليو، تمام، البورتفوليو يعني بتعمل صور لشغلك بحيث يعرفوا ان انت شغال في المجال ده فعلا. وطبق المغرب كات تبعت لهم الحاجات ان شاء الله. تمام. طيب معلش انا اسف جدا، السؤال الاخير يا استاذ باشمهندس جزاك الله كل خير، هل ماجستير اداره الاعمال او دراسه اداره الاعمال بصفه عامه مهندس يعني مهمه، اسف للمهندسين، او اللي هو بس هيكون وقت على الفاضي ولا لا هي مهمه طبعا للمهندسين، تنقلك نقله ثانيه ان انت شغال في جزء بتاع الاداره، تمام، فبتبقى يعني بتفرق معاك كتير طبعا، فلو عندك فرصه حاجه زي كده خش فيها ان شاء الله، ما دمت انت عايز تتجه للاداره. يعني الواحد يفكر كده، انا عايز اعمل ايه، انا عايز اشتغل دكتور مثلا، ولا ممكن واحد يعمل ماجستير وكمان شغل، بس مش تبقى فرقه كبيره قوي يعني. تمام يا باشمهندس جزاك الله خير ورمضان كريم وكل سنه وانت طيب يا باشمهندس، جزاك الله خير وشكرا جزيلا. باشمهندس احمد، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم جزاكم الله خير يا دكتور المحاضر، يلا يكرمك ويبارك فيك. مع حضرتك مهندس احمد درويش من المدينه المنوره، كنت وصلت مع حضرتك قبل كده كذا مره، فاكرني؟ الله يكرمك. انا سؤالي بالنقد صورتك، ممكن اقدر اطلع يعني لوك هيد، اطلع تقارير يعني بتاعت الروح، بقدر اطلع تقارير كامله، ولا هو بس بيساعدني في بعض المخرجات؟ لا بص، هو يعني خلينا حاضر اديني تقرير في الجدول الزمني، لان هي موجوده في البرمجيره، هو بيحاول يديني حاجه اضافيه لو جدول الزمني، بس هو بيديني تقارير في حاجه ثانيه، تمام. هو البرنامج بيسطب، لو عرفنا لو صدره هنفتحه ونشتغل عليه، تمام. طيب الباشمهندس محمد مشكور، حط رابط تحميل لنفسه وكده، خلي بالكم ان في برامج ثانيه زي سنيكرو، زي تي دبليو وبيك، وحاجات كتيره جدا فيها مزايا حلوه، تمام، فحاول تعملوا مقارنه بين الحاجات وتشوفوا الانسب لكم ايه، تمام. احنا لا مع الشركه دي ولا مع الشركه دي، بس بنقول لكم ان في بدائل شويه. يعني انا كمهندس تخطيط، انا كمهندس تخطيط الافضل لي ان انا اتصورك، ولا يعني حضرتك تفضل لي ايه بالنسبه ل والله مهندس سينكرو هتلاقي الواجهه بتاعته هتفيدك اكتر، يعني انت في بعض الاجزاء انت بتهتم بيها، زي مثلا موضوع السيفتي، موضوع الاداره بتاعت المشروع، فهو بيديني ادوات اكتر من نفس وركس. نفس وركس بيديني حاجات حلوه في الفور دي والفايف دي، بس حاجات اللي هي الاساسيه اللي ممكن الواحد يستفاد منها حتى لو، تمام. فانت لو تنكره هتلاقيه ممتاز جدا معاك، لو ما عرفتش ودخلت في نفس وركس هو كافي، يعني هيديك الادوات الكافيه اللي تخليك مبسوط وراضي عنه ان شاء الله. تمام. طب السؤال الثاني، انا عملت دلوقتي البرنامج الزمني، تمام، هل بيبقى فيه عشان اربطه ما بين وبين
نفس الوقت السيستم مثلا المفروض ان انا شغال في برنامج زمني اعمل تكويد معين بشكل معين بحيث تكويد الانشطه يكون مرافق مع الـ مع مع الكودنج في في في, في الموديل بتاع ال يعمل تكويد ممكن تعمله بشكل مانوال، بس طبعا التكويد اسهل بكتير. التكويد فكرته ايه؟ ان انا عندي رقم اي دي زي ما حضرتك عارف ال دبليو بي عندي رقم معين، الرقم ده ايوه باخده اللي موجوده في البيم. يعني مثلا الرقم مثلا نسميه مثلا 313، اخد نفس رقم 13 واسميه محمود، تمام؟ فده هي تمام مثلا احنا كنا حاطين كذا صوره للفكره ديت، ان انا بدي ده رقم وده رقم وهو اوتوماتيك يعني ده الدور الاول. فطبيعي عند الدور الاول مثلا بيبقى جاي في نشاط واحد، نشاط اعمده الدور الاول بيبقى واخد كود معين، فالكود ده هيبقى على الاعمده كلها في الموديل نفس الكود. طيب هسيبك تقول حاجه. تمام. برنامج مثلا لو احنا بصينا على برنامج زي النكس وركس او سينكرو او كده، هو بيعمل كذا حاجه. بيقدر يعني بيعمل موضوع كلاش ديتكشن ويطلع لي ريبورت محترم جدا جدا في موضوع كلاشات. يعني لما تطلع الكلاشات من الريفت بتبقى مش مفهومه خالص. يعني برنامج زي النكس وركس او كده بيديني المشكله ديت ورقمها كذا والتفصيل بتاعتها كذا، فبتبقى حاجه مفيده جدا. يعني بيديني مقترح للحل ولا بيطلع بس الكلاش فقط؟ لا هو بيطلع الكلاش بس. هو في بعض الناس دلوقتي بتعمل ذكاء صناعي يقدر جوه البرنامج اللي انت عامل فيه يديك مقترحات الحل. يعني مثلا في برنامج اسمه ماجيك كاد، ده برنامج فنلندي، تمام؟ البرنامج ده انا اشتغلت عليه سنه كام؟ سنه 2009، تمام؟ وكويس يعني، وعملت كتاب بشرح في ماجيك كاد. بس هو للاسف يعني ملوش دعايه كويسه في الشرق الاوسط في الوطن العربي، فمش مشهور. بس هو برنامج، تمام؟ البرنامج دوت بيبدا يديني حلول، بيبدا يديني حلول للكلاشات وكده. تمام تمام. جزاك الله خير. طيب في اي حد عنده اسئله؟ لو سمحت باشمهندس ممكن سؤال. في انا يعني متابع بعض البرامج اللي في امريكا بالذات على موضوع ال 3 دي وال 4 دي، فده على سبيل المثال هو شغال زي عندنا في مصر او هنا في السعوديه اللي هو التطوير العقاري مستثمرته. هناك في امريكا عندهم اللي هو الريال استيت، اللي هو بياخد المباني يطور فيها ويغير شكلها ويعدل في الغرف ومساحتها والكلام دوت ويفرشها من جديد. في برنامج انا شفته يعني صراحه انا مستمتع بيه بس مش عارف اوصل له اوصلك الفكره بتاعته. بيدخل بالبرنامج ويبتدي يرفع اكشوال من على الطبيعه الغرف بتاعه الفيلا ولا بتاعه السكن اللي هو فيه، ويبتدي يحولها من 2 دي ل 3 دي ويحرك فيها على البلان بشكل فيو بكاميرا كانك انت شايف الغرفه بتشطبها بفرشاه من جوه، ويبتدي يحركها. البرنامج زي حجم الماجيك بلان 3 دي، وبيجي على قناه تي في اتش دي حاجه زي كده اللي هو خاص بالبرنامج دوت، مشهورين بيه هناك في امريكا. فمش عارف اوصل لبرنامج زيه. عندك حاجه زي كده ترفع الوضع على الطبيعه اسبلت بالنسبه لاي مكان، مكتب، غرفه، وتفر ايه الريزيدنشال، وتحوله من 2 دي ويتحول ل 3 دي وتبتدي يتحرك الفرش بشكل سريع جدا، وعلى اساسها بتغير في الفرش، بتغير في مساحات الغرف، ترونفيشن تاهيل المبنى. انت حضرتك بتتكلم على برنامج الماجيك بلان دوت؟ اه هو البرنامج دوت بتهيألي هو موجود اصلا على الموبايلات على جوجل بلاي وموجود على الاب ستور. ولو انت عايز حرفه للحاجات في برنامج اسمه يونيتي في اظن مش معرفش ممكن في هو في برنامج هو الماجيك بلان هو لو حد عايز يخش عليه. وفي برنامج تاني في شرح البرنامج سينكرو في شرح البرنامج سينكرو هبعته لكم حالا. في برنامج انا كنت مش يونيتي، في برنامج تاني غير يونيتي، خليني اشوف كده اسمه ايه. يونيتي
انريل، برنامج اسمه انريل تمام. ده يعني ده بينزل على اللابتوب او الايباد عادي؟ اللي بينزل على اللابتوب والايباد برنامج اسمه ماجيك باو. البرنامج السينكرو، هشوف لك برنامج السينكرو حالا، هبعث لك شرح بتاع السينكرو. وفي برنامج اسمه انريل الحركه جوه المبنى زي الماجيك بلان. هو بس بيديله تفاعلي اكتر، يعني ممكن تخلي فيه زي لعب كده. الرابط بتاع اللي هو الريالز ده انا حطيته اهوت. وفي برنامج سينكرو اهوت فين لسه ما وصلش على الشات. طيب انا حطيت اهو الحاجات. طيب كان في حد برضو سأل سؤال يا باشمهندس؟ ممكن سؤال؟ اتفضل. انا هو انا لسه طالب، انا في ثالثه مدني هندسه القاهره. انا كنت عايز اخش في مجال البيم، بس انا مش عارف ابدا من، عايز اجهز نفسي كويس بحيث ان انا اول ما اتخرج اكون جاهز يعني كويس لسوق العمل. حلو. بس انا مش عارف ابدا منين، فعايز نصيحه من حضرتك. بص الفكره كلها في الجزء النظري. الجزء النظري هتلاقي حاجه اسمها جاست تو بيم، يعني اقرا كام بيم اريبيا هتلاقي حاجه اسمها جاست تو بيم، ده بيشرح لك الجزء النظري. ده خلاصه كورسات كتير حضرتها في بريطانيا او في دول تانية. وشرح بالعربي هتلاقي كل المحاضرات دي يعني فيها شغل جامد. اهي دي اسمها جاست تو بيم تمام. فهمت فكره البيم والحاجات دي كلها؟ ثانيه واحده انا ببعت حاجات لمحمد بس. ايش الرابط بتاع البرنامج ده؟ انا الرابط بتاع حاضر. انا بس تقريبا كنت ببعت متابع شمش. معلش لا انا كنت ببعت لمحمد بس، فخليني ابعته لك تاني. الماجيك البراند ده برضه بتاع الرياليتي. ايوه الرياليتي اسمه انريل. انريل ماشي. انريل تمام. اي حد عنده ثلاث حروف يعني سؤال يبعت على طول او يبعت. ما فيش يعني. عندك الويب سايت بتاعه وبعد اذنك ولا بس اللي بتاع انريل دوت الويب سايت بتاعه زي الماجيك؟ انريل اوبن سورس ومجاني بيسطب بدون مشاكل خالص تمام. يعني ينزل على ينزل على اللابتوب او ينزل على الايباد عادي، وبيعمل شغل جميل جدا يعني، بيعمل شغل روعه او بيعمل العاب حلوه جدا يعني تمام. ممكن بس لو انت ممتاز ممتاز بارك الله فيك. مفهوش كراك مفهوش باسورد ولا حاجه خالص، واوبن سورس تمام. لو ان شاء الله كويس جدا. طيب وفي برضه برنامج حلو برضه معايا وتابع نفس الشركه، اقول لكم اسمه دلوقتي، بيعمل الشغل الريفت وحاجات زي كده. طيب كان في حد سال سؤال شوفوا. طب باشمهندس، هو بالنسبه للحديث التخرج اللي عايز يشتغل في البيم مانجمنت على طول، الموضوع سهل ولا بيبقى؟ طب ثانيه واحده، ثانيه هقول لك حاجه. الحاجه من برامج البيم يعني بعد ما حدش في جزء مدرم في البيم لازم تخش برنامج برامج البيم. برنامج برامج البيم زي ايه؟ زي مثلا الريفت مثلا تمام، وليكن البيم الشيء تمام. لازم تاخد برنامج من برامج البيم وتبدا تشتغل عليه. والا هيبقى الجزء النظر ده اكيد مثلا واحد بيعمل وبيشرح بس يكون عارف البرنامج او ما يكونش عنده خبره عمليه تمام. طيب سينكرو هجيب لك الرابط بتاع الشركه اهو. لو كلمتهم قلت لهم في البرنامج بيديك نسخه تجريبيه لمده مثلا 6 شهور سنه حاجه زي كده تمام. سينكرو طب هو ممكن يا باشمهندس لينك اتعلم الريفت عليه اونلاين؟ بص في الفضل هبعت لك لينك اهوت للبلاي ليست بتاعت بيم اريبيا، هتلاقي ريفت معماري وانشائي عايز ان شاء الله تمام. السلام عليكم. ايه هو؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ناصر اللي بتعمله بصراحه معانا؟ امرك حضرتك. انا لازال في المشكله عندي بين الاصدارات السينكرو الجديده والبرافيرا. والله دلوقتي ما اتحلتش وما فيش حل على النت خالص يعني.
اللي هو ما فيش لينك اصلا بين النافيز ووركس، اسف النافيز ووركس، ما فيش لينك بين النافيز ووركس وبرانفيرا الازدارات الحديثه. طيب كنت اتكلم فيها مع شركه ممكن يكون عندهم يعني انا بتكلم معاهم حاجه زي كده، بيقول لي نزل تحديث نزل كذا، بنزل سيرفيس باكج بتلاقي المشكله اتحلت. يعني سيرفيس باكج يعني حتى الريجت بيبقى اول ما بينزل فيه مشكله وبعد كده بينزلوا سيرفيس باكج يحلوا المشاكل اللي الناس شكت منها. طيب في سؤال تاني، هل في امكانيه ان انا اعمل CSV ان انا اعمل ليستنج للبرنامج الزمني ولا لا؟ تقدر، هو بيعمل لك امبورت للملف دوت، مفيش مشكله. بس لما اجي بيروح لما بتيجي تعمل ريبيلد، لا ممكن تعمل ريبليس، يعني ممكن في نفس نفس المكان تعمل له ريبليس في نفس المكان، يعني ما تقولش ريبيلد تاني، يعني اعمل حط نفس الملف في مكانه ريبليس، هو هيقرا المعلومات من جديد. هو الافضل الام اس بروجكت، او لو انت عندك مشكله في البرومافيرا ممكن تصدر من البرومافيرا للام اس بروجكت. ما هو دايما في مشكله بين تصدير البرومافيرا والام اس بروجكت، ان في بيحصل مشاكل وهدي والحاجات دي كلها. انا عاده بشتغل عليه عادي اللي هو الام اس بروجكت، باخد من البرومافيرا بس ياخو بي ام اكس وبعد بس بعد بيروح مش كده؟ لا ما بيروحش. طيب معلش سؤال ثالث، ممكن هل في امكانيه ان انا احافظ على اتاتشمنتس على الاكتيفيتيز بتعمل ريبيلد للسكجول؟ ما هو العادي ان هو بيفضل موجود، ايه اللي بيخليه يمشي؟ لا ما بعمل ريبيلد بيروح للاتاتشمنتس. الريبيلد انت بتعمله للملف بنفسه للملف بس بيروح للاتاتشمنتس في النافز. عادي انا بسال. لا بص، هو ممكن يكون انت شغال على، حاول تعمل بس سيرفيس باك عليه، يعني احنا كنا شغالين على ريفت 2020 وكان في مشاكل زي كده، لما سطبنا سيرفيس باكج 1 او 2 بدات تحل المشاكل ديت. فانت شوف الاصدار بتاعك حاول تسطب له بس. ماشي جزاك الله خير. الله يكرمك. دلوقتي في بعض الناس. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا اسف هقطعك. في بس سؤال بخصوص ريفت بالنسبه للتبادل الاصدارات اللي هي الحديثه، هل ليها حل مشكله او شيء؟ انت قصدك التبادل بين ال 15 و 16 و 17. هو الحل اللي موجود الاي ام، يعني بيبقى بيحل لما بنزلني في مشكله، بس هو ساعات بتطلع في مشاكل الاي اف سي، ان انا بصدر اي اف سي وافتحه على الاصدار الثاني. اي اف سي تمام. الاي اف سي ده حاجه عاملاها بيلدنج سمارت، دي شركه متخصصه، هي شركه غير هدفها للربح، متكونه من الشركات اللي شغاله في مجال كونستراكشن زي يعني انا اعمل مثلا فايل سيف اس والاقي عندي الاكستنشن ده موجود ولا بنزل، بتلاقي اكسبورت وامبورت، وساعات بتلاقي بعض الاصدارات الحديثه لينك اي سي بتاخده كلينك، بتحس لما تعدل يتعدل عندك. طيب تمام. شكرا جزاكم الله خير. استخدمناه في مشاريع كتيره وكان ناجح لحد ما. اي اف سي اشكر حضرتك. بس مديها زهوه او عشان الزهوه. حد عنده سؤال؟ ايوه باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذره انا اسف هندسه. سؤال بس الله يكرمك يا باشمهندس، هل حضرتك الموقع يعني حضرتك ما شاء الله يعني شايف البلاي ليست على اليوتيوب، هل الشرح بتاع حضرتك كله فري موجود على اليوتيوب ولا في الموقع مثلا في فورسز اكتر؟ يعني انا لو دخلت على الموقع بتاع حضرتك الاقي كل حاجه متاحه فري على اليوتيوب وعلى الموقع؟ طيب جزاك الله خير يا باشمهندس. ربنا يتقبل. محطوطه فري اون سورس، يعني لو انت عايز تاخد برنامج وتطور فيه وتعدل فيه مفيش مشكله. ربنا يتقبل يا باشمهندس، جزاك الله خير. الله يكرمك. جزاك الله. في حد عنده سؤال؟ معلش سؤال تاني بس، هل في حاجه يونيك في النافز ووركس؟ تقصد ان حاجه مش موجوده في بقيه البرامج؟ يعني حاجه في العنصر في النافز وورك ليه يونيك نمبر او حاجه زي كده، لان دايما بلاقي فيه
تكرم لل في اول العنصر ده بيبقى دي المفروض ان هو ما يتكررش. والله انا بيه متكرر. لا في ليه في نت بالنفس اه كيفيه عملت ازاي؟ والله بص انا مش انا بحاول افتح نفس وركس بيقول لي لازم تعمل ستارت فانا لما عملت ضاعت فممكن نبقى نعملها في محاضره ثانيه او المهندس حسام ان شاء الله في المحاضره تحت يشرحها. لازم انا حطيت شرح الريفت كنت انا شرحته قبل كده حطيت لكم الرابط بتاعه لو حد عايز يبص عليه يتفرج عليه مفيش مشكله. طيب لو حصل معايا تاخير باي مرحله من البرامج الزمنيه هتدخل بالفور دي عن طريق تعديل الجدول. اول ما بعدل في قلب البرامج بشوف التعديل فبيتعدل في الشغل بتاعي. هو بيديني كذا امكانيه، بيديني امكانيه ان انا استورد وبيديني امكانيه ان انا اعمل كرييت للجدول من اول وجديد. ممكن ننفذ او والله بص انا كان عندي مشكله معينه وحاولت انا عرفت المحاضره قبلها بربع ساعه حاولت اسطب البرنامج وهو سطب خلاص بس بيقول لي لازم تعمل ستارت وندخل تاني هتلاقي فيه مشاكل كتير. انا بفتح هو البرنامج رافض ان هو يسدح. تمام فان شاء الله ممكن تبقى محاضره ثانيه او مهندس حسام تمام خلينا نفتح الباب 63. طيب لو فتح هنبدا نبص فيه ان شاء الله والمحاضره ان شاء الله مسجله وفي حاجات كتير موجوده الفور دي والفاك دي. طيب حاضر انا حطيت بعض الفيديوهات الخاصه بالشرح الربط من جدول الزمن الموديل حاضر ان شاء الله. اللي دي اهم الاسئله. كان في حد حاطط اسامي برامج فريلانسر لو حد عايز يشتغل عليها اعتقد خمسات. في مهندس مرشد عرب وفي مهندس شيماء كاتب اب ورك وفريلانسر دي اهم المواقع. تمام طب تعالى نشوف بقى في اسئله. المحاضره هترفع وهيبعت لكم الرابط تحت. طيب ده البرنامج اهو بس النسخه اللي تحت اللي هي بتاعت 63 فربط الشهر. عايزين شرح انسكيب ريفت موجود موجود ده هخش على ال على الشرح هنا تلاقي تمام هتلاقي انسكيب هو ده برنامج بيسطب جوه الريفت. تمام خلينا نبعت الافروان طيب ده بصوا عشان تبقوا عارفين هو نفس وركس بينزل ثلاث حاجات وركس مانجر والنفس وركس بين 360 ومربوط بين 360 وفي الفريدم اللي هو المجاني. انا دلوقتي بفتح المانج محتاج ان انا اعمل ريستارت عشان يشتغل. تمام لان انا سطبت البين 360 لازم يكون مربوط بين 360 فمش راضي يفتح معايا. هنشوف الفريدم بس الفريدم ده انت بتبص تتفرج بس ما فيهوش ان انت تربط ما فيش حاجه احنا عايزينها. البري ريفت موضوع فعلي تمام لازم يكون في سيرفر ويكون من الاعدادات. تمام فبيقول لي خش لازم اقول ده الموقع بتاع سينكرو وده الموقع بتاع اوتوديسك الفريلانسر. طيب خلينا نشوف الفريدم. طبعا نفس وركس بيبقى ثلاث اصدارات المانج وفي سيموليشن وفي الفريدم. المانج ده بيبقى فيه الكوردينيشن والسيموليشن. السيموليشن دي المصيبه. الفريدم ده ما بقاش فيه غير ان انت تبص كده على الشغل يكون حد عمل شغل وبعت لك الملف. تمام طبعا احنا في نفس وركس هو بيبقى كل الامتدادات بيبقى كل الامتدادات. تمام بص ده الفري ده ما فيهوش امكانيات خالص كتيره. تمام طب خلينا نقول له اوبن وافتح اي مشروع كده من عندي. وجود وشك دول خطر عليك وبعدين ده لما يتاكد. طيب لو اي حد عنده سؤال بس نشوف مع بعض الحاجات. هنا محتاج ان انا احط هنا سيشن 3 اوبن.
لو مثلا على المبنى هوت ده مثلا المبنى هوت زي ما انت شايف هو بيشغل معاك تمام. دي نسخه المجانيه دي من غير اي حاجه وتاخد الموديل وتبدا تبص على الشغل تمام. طيب طيب خلينا نبص كده على لو انا مثلا عايز اعمل فيديو سريع جدا بدون اي مشاكل خالص هتيجي هنا تقول له مثلا انا عايز فيو بوينت ان انا اعمل فيديو كليب. هنا ممكن تجيب مثلا قرص جرافيك او تشوفه برسبكتيف بالشكل دوت تقدر تقول له انا عايز اعمل سيكشن فيدخلك في تقدر تقول له انا عايز اشوفه بلان وتبدا تشوفه بالشكل دوت. اه تقدر ترفع الموديل بتاعك تقدر تشوفه بالشكل دوت زي ما انت عايز ما فيهوش امكانيات كتيره تقدر تشوفه كبوكس تمام. تقدر بالشكل دوت تقدر تدخل جواه تبدا تشوف شكل المسجد هيبقى عامل ازاي سيكشن 3 دي هو بيبقى خفيف جدا معاك وتقدر تصدر الشغل دوت تطبعه. الامكانيات للاسف قليله جدا في النسخه اللي هي فري. طب مره مره كده افتح لكم المنش ونبدا نشوف مع بعض ان شاء الله. ان هو رافض يفتح خالص الانسكيب اهوت لو انت ثانيه واحده هبعت لك الانسكيب اهوت. تمام هو ان شاء الله تبقى فيه محاضره تعويضا من المحاضره اللي احنا عملناها النهارده دي مجرد بس حاجه بسيطه تعويضا عن المشكله اللي حصلت وان شاء الله يعني المحاضره الجايه هنبعت لكم باذن الله بالتفصيل بتاعتها وكل حاجه. في حد عنده اي اسئله او اي مشاكل في اي حاجه اي مشاكل اي حاجه باشمهندس احمد اتفضل. باشمهندس احمد باشمهندس الوليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا باشمهندس؟ المعلومات الرائعه الله يكرم استاذ يعطيك العافيه. هل ممكن ناخذ نعملها في النفس مثلا عملنا ست للابواب ست للشبابيك ست لل اي باي تقسيمه كانت ناخذها نفس المعلومه داخلها في الريبت بحيث يكون عندنا بالريبت نفس المعلومات. تقدر تعمل سيلكت للحاجات؟ لا ما اعتقدش من الريبت. يعني انا عملت كلاش بين مثلا ست لو انت عامل كلاش بين حاجه وحاجه وعايز تشوفها موجوده فين في الريبت دي موجوده. لا بس ايوه معاك دي ده كسويتش باك اوكي ما في مشكله. انا قصدي اسم مجموعه بتاعت الست مثلا يعني هتروح هناك هتبقى عباره عن مجموعه سيلكشن. ايوه المعلومات دي يعني حاجه دي ممكن لا انا مش فاكر موجوده. هي ممكن تتعمل كبرمجه ممكن بس انا مش فاكر ان في حاجه موجوده في الريفت بتعملها او في نفس الوقت بتعملها. النبز يعني النبز انبوت بس ما فيش منه اوتبوت مثلا لو اخذ منه انا مش فاكر ان في اي حاجه تخليك تعمل العكس ان انت تاخد توديها هناك. لا مش فاكر انها حاجه بس كبرمجيا سهله يعني لو حد عايز يبرمجها هتلاقيها سهله وبسيطه. تمام بس تمام يديك العافيه يا رب تسلم. الله يكرمك. الله يخليك. طيب هل في اي اسئله؟ سمعني كده؟ ايوه اتفضل. اشكرك بس جزاك الله كل خير على الفتره ديت. الله يكرمك يا باشمهندس. سؤالي بس بخصوص البيم بوزيشن. تمام انا دلوقتي شغال مثلا بيم اركتيف بقالي مثلا 7 سنين كل جزء. تمام امتى الواحد ممكن يبقى مؤهل يبقى بيم كوردينيتور؟ تمام يعني هل ممكن واحد يبقى من بيم اركتيف يعني يعمل ابجريد لبيم كوردينيتور بعد كده يبقى ممكن يبقى دايركتلي من بيم اركتيف لبيم مانجر؟ طيب انا على حسب سعيد السؤال دوت. تمام طيب بص ده فاضل البيم كوردينيتور هو واحد عنده الخبره كافيه في مجالات مجال واحد والباقي عارفه بالاحتكاك. يعني هو مثلا غالبا لما بيكون مثلا واحد ميكانيكا تكييف
بسبب اكبر حاجه اكبر مشكله فهو اساس لما يلاقي مشكله يحلها، او بيبقى مثلا معماري، ساعات بيبقى يكون معماري لان المعماري هو المسؤول عن الكوردينيشن بين الاقسام. فهي النقطه كلها مش بيبقى عارف كل حاجه في كل حاجه، بس بيبقى عارف من خلال الخبره بتاعته قسم واحد ديسيبلين واحد، وبعد كده بقيه الاقسام عارف ايه الاولويه للتحريك. يعني على سبيل المثال لو انا عندي مثلا كاميرا كرسي، هتحرك انا واحد فيهم الناتشر ممكن واحد معماري بقى دماغه ناخدها هحرك العمود، يعني مين اللي حرك؟ تمام. ممكن مثلا مثلا الاير تيرمينال او المخرج بتاع الهواء مع السبرينكلر المخرج بتاع الفاير فايتنج، يعني اللايتنج مثلا مع كل حاجه بيبقى لها اولويه، لو ده خبط مع ده انا واحد فيهم اللي اتحرك، فانت بتروح بعت للقسم ده لو سمحتي ده اللي حرك الحاجه الفلانيه. اصل انت بالكوردينيتور اللي هو بيبقى زي مانجنج للايتمز بتاعت المشروع، تمام، ولو في اي زي مثلا لو في كلاش بيرجع للقسم المختص بتاعه هو اللي بيعدله، بس مش حاجه صح. يعني ما بلاش كده ان انا مثلا ابقى عارف كل الام بي وعارف كل الاستراكشر كبيم، تمام، عشان اشتغل بيه. بس ككوردينيتور مش محتاج ان انا اعرف الحاجات دي كلها في الام بي والاستراكشر، انت محتاج بس تعرف الجزء الخاص بيك اني واحد فيهم اللي ينفع يتحرك بدون مشاكل. يعني يعني مثلا الساوند هل ينفع يتحرك ولا لا؟ في ساوند مثلا بيبقى مثلا كلاب او حاجه زي كده، فلا الاماكن بتاعتها ما ينفعش. وفي فاير الارم مش هتفرق مكانه فين، في مثلا بتاعت اللايتنج لا ما تتحركش، مثلا البايب بتاعت الدرينج صعب تتحرك، فبتبقى في اولويات حاجات بتثبت وحاجات بينفع تتحرك. تمام. وبعد كده البيم مانجر بيبقى عارف ازاي يحضر اجتماعات، ازاي يسعر المشروع، ازاي يعرف المشروع ده الوقت كام، لو اي حد عنده اي مشكله يحلها، ستاندرد يتابع ان الستاندرد ده بيتنفذ ولا لا، او هكذا. طب هل برضه لما محتاج البيم مانجر يبقى فاميليار بموضوع الام بي والاستراكشر؟ هو فاميليار مش لازم يعمل هو الحسابات، تمام. يعني خلي بالك في كلمه كده قالها الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ايه؟ قيمه كل امرئ ما يحسن، قيمه كل امرئ ما يحسن. لا علينا، هو بيقول كلمه ثانيه، بيقول لك ايه؟ من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب، من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب. ايه؟ انا مش هقدر اعرف كل حاجه، فلو انا افتيت في حاجه مش بتاعتي هضيع الدنيا. انا على سبيل المثال كنت شغال مع مهندس كهرباء من مقدونيا، تمام؟ كنا في مشروع كده الديار القطريه اللي على الكورنيش، فهو مهندس كهرباء وكان في حاجه في التكييف، فكان مثلا عايز يصغر العرض بتاع التكييف، فكان يعمل ايه؟ التكييف مثلا في 20 عرض بوصه و20 بتاع، هو يروح عامل لك ايه؟ 20 في 20 ب 400، طب انا هقسمها على 18، تمام؟ يعني بيروح حاسبها ارقام حسابيه في الحضانه، تمام؟ مش عارف ان دي ليها برنامج اسمه دكتليتر وحساب، هو كان بيفتي في حاجه غير تخصصه، فلا انا ببقى عارف بس ايه الحاجات اللي خبره بتاعتي، او عامل انا جدول ان الحاجه دي لما تبقى خبطه في دي انا واحد فيهم اللي ليها الاولويه وانا واحد فيهم اللي ما ينفعش اتحرك. بالظبط. تمام، شكرا جدا ليك. الله يكرمك يا باشمهندس. في سؤال بيقول ايه الفرق بين النفس فوركس، ايهما استخدم النفس فورك، ايهما استخدم النفس فوركس البلانر ولا السكادولر؟ الاثنين يقدروا يستخدموه، تمام؟ كل واحد غيرهم كلهم يستخدموه عشان يعمل كاشيت. الشرح البري انا مش عارف فين الصراحه، بس انا مفكر ان اشرح تاني في ذرات نسبه. المهندس حسام ان شاء الله هو هيكمل معانا بقى المحاضره الجايه باذن الله، تمام. باشمهندس الوليد عنده سؤال. مساء الخير باشمهندس. اهلا اهلا، اتفضل. يعطيك العافيه. الو. ايوه اتفضل يا باشمهندس. بدي اسمع علاقة الدينامو بالريبت وانه ايش الفائدة منه، لانه انا صرت بسمع كثير عن كورسات بتعطف الموضوع هذا، هذا الموضوع. الدينامو من الحاجات الجميلة جدا، هو الفكرة كلها ان انت عايز تضيف حاجة مش موجودة، تمام؟ هتلاقي شرح بتاعه هو
هقول لك الفايده. انا استفدت منه فيك كعمر وانا شغال ده شرح الدينامو. لو حد عايز يسال الدينامو مستو ان انا لو عايز اضيف حاجه في البرنامج مش موجوده. لو انا ما اعرفش دينامو بلغات برمجه زي السي شارب او البايثون والحاجات دي، الحاجات دي بتحتاج وقت عشان تتعلمها. مفيده جدا ان انت تبقى عارف بايثون او سي شارب بس تاخد جهد في التعلم. الدينامو بيسهل جدا وبيخليني انا اعمل حاجات كلها بدون برمجه خالص، تمام، مجرد ان انا بربط ووصل الحاجات ببعض، فبتلاقي في متعه جامده جدا. برنامج جراس هوبر اللي موجود في برنامج ده اسمه الراينو جراس هوبر، هو بيسهل. تمام، مش هننسى هيام بتقول السكريبت بيسهل الشغل. حتى في الاوتوكاد في حاجات اسمها لوتوليست، دي معموله بلغه اسمها ليسب، دي لغه ذكاء صناعي بتسهل الشغل. يعني ايه؟ لو عندي حاجه بتتكرر كتير بجربها بالداينامو او اي حاجه من الحاجات دي. تمام تمام. فانا مثلا اقول لك على مثال، مثلا احنا كنا شغالين في مشروع كبير كان عباره عن برجين ببعض، وبعد كده عملنا الفلوس كتير للمعماري. فجينا بقى الانشائي لازم اقعد اكريتهم كلهم او لازم اقعد لا احنا خدناهم كوبي ورحت غيرت الاي ار لاي سي تي، عملت برنامج بسيط جدا بيغير ممكن افتحه لك حتى برنامج دقيقه. قلت له خد اي نمتع الفيو خليه بدل ما هو اي ار حولها لاي سي تي، تمام، فما خدش ثواني وراح عملها لي. ذلك الاسكادولات، انت ممكن تقول له ايه؟ اعمل كل الاسكادولات بنفس الاسم اللي موجود في الشتات، اعمل كل الشتات بنفس الاسم اللي موجود في فيو. فانت الحاجه اللي تاخد منك وقت كتير بتعملها بالاسم بتسهل عليك كتير قوي. تمام؟ طيب. احنا مثلا هقول الداينامو هو دلوقتي بينزل مع الريفت اوتوماتيك. تمام؟ مجرد بس بتقول له اربط لي حاجات ببعض، يعني بتقول له مثلا انا عايز باي نيم نمبر. هو بياخد بقى بيقول اعمل لي شيت واعمل لي نمبر وخد الفيو كل الفيوهات اعمل لها شيت على سبيل المثال. يعني بيسهل شغل بشكل جميل جدا. يعني ممكن تقول له مثلا اعمل كرييت لكل الشيتات بنفس اسامي الفيوهات واعمل ادراج للفيو جوه الشيت. الحاجه دي بتاخد منك ثواني. المبنى بتاعك باول ثلاث حروف وقال لك لا احنا عايزينها اول حرفين بس، فتروح من برمجها تقول له احذف ثالث حرف فتلاقيه خلصها معاك على طول. ممكن تقول له مثلا في كل الفيوهات الحاجه دي، يعني الحاجه اللي هي ما بتخلصش بسرعه بروح انا اعملها في ثواني. تمام، هي دي الفكره بتاعتها. والفكره ان انت ما بتعرفش تحفظ اكواد وما بتحفظش شفرات ولا سيم كود في لغات البرمجه كلها موجوده. كلها تسحب وتوصل مع بعض. تمام يا باشمهندس، شكرا جزيلا. في سؤال بيسال 4 دي والمودلنج وال 4 دي سيموليشن هي نفس الفرق؟ يعني ما بتفرقش كتير. باشمهندس كيف حالك مره ثانيه؟ اهلا تفضل. الله يخليك. سيرفر الناس الشغاله عن بعد. انا كان سالتك من فتره بخصوص كيف اربط الناس مع بعض، فكانت الاجابه جي درايف او جوجل درايف او دروب بوكس. بس حسب الشركه بتاعتك. تمام، ايوه حسب. بمعنى ايه؟ انا مثلا في حاليا المشروع اللي انا شغال عليه شغال بحاجه اسمها في بي ان. تمام، بيسطب برنامج ايوه بيربطني بالشبكه وبقدر ادخل في نفس الوقت، وعندي الحمد لله نت كويس بدخل خالص كان انا موجود في الشركه. تمام، اوكي. فالفي بي ان حل لي مشكله كتير قوي ما دام النت عندي كويس. في جوجل درايف بنستخدمه امتى؟ لو انا ما عنديش اصلا سيرفر فبعمل لك سيرفر. تمام، فده طريقه. بس الجوجل درايف بيكون فيه لاج، يعني فيه لاج كتير، يعني لما اعمل سنكر والثاني يعمل سنكر وارفع فوق حسب سرعه النت. تمام، وطبعا ممكن تلاقي فيه شويه تقول شويه في مثلا ناس بتستخدم اني ديسك. اني ديسك بطيء جدا اكتر من جوجل درايف. طيب بالنسبه للسيرفرات الاف تي بي، هل جربت قبل كده؟ الاف تي بي المفروض انها بتبقى بنفس السرعه وبنفس اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص.
يعني هل كان عندك موقع معين FTP يقدر نشتري FTP معين نعمله ولا ما عندك فكرة عن الموضوع؟ لا أنا ما أعرفش الصراحة حاجة معينة يعني اسم شركة لا ما أعرفش اسم شركة معينة تمام؟ طيب في سؤال بيسأل الداينمو هل لازم أبقى عارف بايثون ولا سي شارب؟ لا تقدر تشتغل بغير ما يكون عارف لا بايثون ولا سي شارب بس لما تبقى عارفهم مثل بايثون يعني البايثون لذيذ مع الداينمو تقدر تكتب اكواد الحاجه اللي هتقعد تربط بينها كتير ممكن تختصرها في ان انت تكتب كود تمام وهتلاقي حتى في السلسله دي انا كنت شرح فيها شويه حبه السلاسل في البايثون المكونات الاطوال في البايثون عشان مثلا عندك اطوال مسار في الحيطه او خطوط وعايز تجمعهم فانت ممكن ترسم تبقى سهله قوي وتكتبها في قلب الداينمو تمام هي عباره عن فيجوال بروجرامنج مظبوط يا باشمهندس او انا عندي سؤال دلوقتي بتعلم بروجرامنج فانا اكمل سي شارب انا اتعلم سي شارب اكمل سي شارب ولا اتعلم بايثون احسن لا كمل اللي انت شغال فيه طب تاني حاجه هو البيم مانجر بيكونوا مخصصين لمجال معين يعني ستراكشر بس او اركتكتشر بس ولا عامه لا هو البيم كوردينيتور والبيم مانجر بيبقوا ربط بين الاقسام كلها فممكن يمسك الحاجه ديت تمام يعني بالشرط ساعات الاغلب بيبقى معماري بس ما فيش اي مشكله خالص انا شفت كل الاقسام شغالين بين كوردينيتور وشغالين بين مانجر ممكن يكون مهندس كهرباء شغال بين كوردينيتور ما فيش اي مشكله خالص ما فيش اي علاقه تمام ماشي شكرا الله يكرمك اسعار المشروع لا بتختلف تماما من واحد لواحد ومن شركه لشركه ومن مكان لمكان ما فيش اي حاجه ثابته يعني تمام في اي اسئله ولا خلاص على كده هل في احد عنده سؤال مجرب بس يعمل رايس نسمع الاسئله بتاعته علاقه البيم بالنانو تكنولوجي لا هي بص النانو تكنولوجي الفكره كلها في ان النانو تكنولوجي ممكن تعمل مواد جديده فممكن المواد الجديده دي تبدا تعملها سيموليشن على البروتوكول يعني حتى الان ما فيش حاجه في دماغي واضحه فيها يعني تمام يعني حتى لما ابحث هتلاقيها كده كانها ماده جديده بس لا اكثر ولا اقل باشمهندس عمر سؤال بس سريع اتفضل بالنسبه للداينامو عشان الواحد يبقى متقنه يبدا بالداينامو بس لوحده ولا لازم تعدي سواء سي شارب او بايثون لا ابدا داينامو لوحديها لحد ما تبقى شاطر فيها ولما تبقى يعني خلاص جبت اخرك فيها ابدا خش بقى شوف الممتاز فيها يعني تمام الداينامو ملوش كتاب واحد او ملوش حاجه ثابته فهتقعد تمارس اكتر يعني وانت من خلال الممارسه هتلاقي حد كاتب كود بالبايثون تحاول تفهمه هتلاقي الكود يعني غالبا بيبقى سطرين ثلاثه يعني مش شيء كتير وانا عارف ان انت عندك خلفيه في البرمجه يعني انت تفهمه واحده واحده تاخد الخبره اللي انت عايزها فيها باذن الله تمام ان شاء الله جزاك الله خيرا استاذنا باشمهندس عادل وعليكم السلام ورحمه الله ازيك استاذ الحمد لله الحمد لله طبعا بنرحب بحضرتك وبكل الحاضرين المحاضره القيمه دي هو مش سؤال هو شكر بس واجب لان بحب اوضح للزملاء الناس اللي قدام يعني اللي زي حالتنا اللي حضروا الكوردينيه حاجه المانوال واللوح واللي يقعدوا جنب بعض ويحاولوا يوفقوا الانشطه مع بعض قد ايه كنا بنتعب وقد ايه البيم دلوقتي بيعمل الحاجات ديت في ثواني يعني فطبعا البيم دوت تكنولوجيا يعني جميله جدا ووفرت كتير قوي للمهندس وفرصه ان هو يتقن عمله ويؤدي واجباته بصوره افضل بكتير من زمان فاحنا بنشكر حضرتك على نشر هذا العلم وهذه التكنولوجيا وبنشكرك على وقتك الثمين اللي بتبذله في سبيل زمايلنا المهندسين والف شكر لكل الجروب وعلى هذه الله يكرمك يا باشمهندس انا اشتغلت فتره كثيره بال
قبل البيم كتير يعني. من ضمن المشاكل ان احنا مثلا بنحل كلاش فاضطريت ان احرك ماسوره، فحركت الماسوره اثرت على حته انا خلاص حلتها يعني، حته خلاص انا اتاكدت ان حته فيهاش كلاش الماسوره ضربت ورا، انا اصلا كده كده عقليا مش هرجع لها تاني، بس بالبيم خلاص بدات ابص كده يبدا ينبهني للمشاكل في المشروع ككل. لا احنا كنا بنعيش معاناه شديده. مظبوط. طيب كان في سؤال طيب في سؤال ده انا عايز اقف عنده شويه. حضرتك انا اتعلمت ريفت انشائي وحضرتك ترشح لي اتعلم ريفت معماري ولا برامجه؟ بص اتفضل كل واحد يركز على المجال اللي هو فيه، يعني انت ريفت انشائي ركز على ريفت الانشائي تمام، اتعلم ريفت انشائي بقوه، خلصت ريفت انشائي بان انت تشتغل مع فريق ان انت بتعرف قياسه، خش على برنامج مثلا زي الروبوت او الساب بيعمل تحليل انشائي، خش على البرامج بتاعت الشوب درون، خليك قوي في المجال بتاعك، لان انت لما هتخش شويه في كهرباء وشويه ميكانيكا هتلاقي تشتت و بتلعب في غير ملعبك، فهتلاقي المعماري بيبص على الانشاء يقول لك ده بيكسب فلوس اكتر لازم اتعلم انشائي، لا يا رزق لكل واحد ولكل واحد افكار يبقى ممتاز جدا، بلاش التشتت، هيخش في موضوع الداينو هتلاقيه كويس جدا تمام. اذا مهندس محتاج يتقن الريفت ونفسه يركز بعيد عن الكورسات الكتيره اللي على النت، مثلا يشتغل في شركه بدائيه في التركات اللي في البرامج التراكشن. بص اللي فاضل طبعا احسن حاجه الخبره العمليه ان انت تنزل تشتغل في شركه تمام. طيب ممكن الشركه تقول لك لازم تكون عندك خبره، الخبره دي ممكن تيجي ان انت تتفرج على الفيديوهات وتطبق فدي هتدي خبره كويسه، او تتفق مع زمايلك انت مثلا معماري تتفق مع واحد انشائي وواحد ميكانيكا تعملوا مشروع مع بعض، ده هيديك خبره كويسه جدا، وبعد كده من خلال الخبره تقدر تعمل بروفايل وتبقى كويس وتقدم فيه الشركات. طيب في سؤال تاني، في احنا شغالين كورس مجانا سي شارب، اتمنى حضرتك تشرفنا فيه وتقدروا تشوفوا الفيديوهات، ويعني كورس ممتاز جدا يعني 30 ساعه مجاني، ونتمنى بس الناس تتطوق ان شاء الله. الله يكرمك. طيب في اي اسئله تانيه؟ انا هشوف لك رابط الشرح الفيري وهبقى اشيره، ولو ما لقيتش هبقى اشرح لك ان شاء الله. باشمهندس معرف في المهندس عصام المحاضره الطبيه امتى اللي هو اعتذر عنه النهارده في الميعاد والله غرق، فاحنا لسه اصلا ما اتفقناش معاك تمام، فهكلمه دلوقتي انزل اعلان ثاني يعني انزل اعلان ثاني ميعاد ان شاء الله. ان شاء الله اول ما بس ما نطمن عليك كده الميعاد باذن الله. سلام ان شاء الله، ربنا يجعله سالم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ممكن نحصل على مشروع متكامل على النفس. اي حد عايز حاجه يبعتها لي وانا احاول اشرحه اكتر بقى، مشكله مشروع يكون كامل معماري وانشاء وكهروميكانيكال والتمبليت اي حاجه عايزينها ان شاء الله موجوده باذن الله. طيب في اي اسئله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا كنت انا نفس اللي كاتب السؤال بتاع انا خلصت اتعلم معماري او ايه، بس كنت عايز اعقب على انا ديزاينر انشائي بعرف ساب وايتابس وكل الحاجات دي. حلو. 15 سنه خبره ما شاء الله. طبعا بدات اتعلم ريفت على كبر ودي غلطه الحمد لله رب العالمين. ايه الخطوه الواحد في سني والحمد لله متقن الديزاين، يعني انا ديزاين مانجر في شركتي، الخطوه اللي بعد كده اطور نفسي فيها الدينامو النافيس البرمجه مشتت شويه في الامر. طيب لو حضرتك 15 سنه والله ممكن تركز في موضوع الاداره، اداره المشاريع تمام يعني هتكون افيد بكتير الا لو انت بتحب مساله حب وعشق وكده. فلا الموضوع البرمجه مش حابب بصراحه. مش حابب الاداره؟ لا مش حابب البرمجه، الاداره ريفت يعني الفور دي اللي هو بيتربط بالجداول الزمنيه، ولا اداره بصفه عامه؟ لا اداره بصفه عامه، ممكن تبقى اداره وانت عندك خبره في البيم فتقدر تدير مشروع بيم يعني على سبيل المثال كبير، فلازم يكون المدير فاهم فكره البيم ولازم يكون يقدر يدير الناس بتوع البيم، فمش هيشتغل بايديه، مش هيبقى مطلوب منه يرسم حاجه بس مطلوب منه فاميليار مع البيم وحاجات كده، فيبقى فاهم مثلا الناس دول هيطلعوا ايه اللي مطلوب، يعني لو انت مثلا مدير ومش عارف ايه اللي مطلوب يطلعوه فمش هتعرف تطلب منهم ايه. ريفت للاسف ما فيهاش ريفت، يعني انا ده اعتماد شخصي عليا على اساس بعد كده اعمل شيفت كارير او اخش في المجال، انا للاسف شركتي معظم شركاتي مقاولات في السعوديه ما فيهاش ريفت.
منهم شركات كبيره مش حاجه صغيره يعني. بس هي كلها في يوم من الايام هتلاقي شركه مضطره انها تدخل البيم لان بدا في حضرتك السعوديه صح؟ السعوديه بدات تتجه لموضوع ان البيم يبقى اجباري في المشاريع الحكوميه والمشاريع الكبيره. فهتلاقي في يوم من الايام عايز يدخل مناقصه وبيقول لا لازم يكون في بيم. فساعتها انا عايز اتجهز لمصر، اكتشفت ان مصر البيم فيها اكتر من السعوديه. مظبوط مظبوط مظبوط. فانا لو مثلا عاوز اكمل مصر او حتى هنا لو ربنا اذن وكملت، عايز اكون جاهز بايه؟ حضرتك هتلاقي عندي في قلب المحاضرات بتاعت البيم حاجه اسمها جاست بيم. دي فكره البيم عموما، هتعرف ايه اللي ممكن تطلعه من البيم. انا كنت شغال في مشروع والمدير بعد كده بيقول لي ايه عايز اشيل في الرام، كل متر تاخد الرام كان طويل فتقريبا 100 سيكشن. فبقول له انت عايز 100 سيكشن ليه؟ قال لي عشان اشوف 3 دي. فهو مش متخيل ان البيم فيه 3 دي. تمام؟ معلومه كان هيقدر يطلب مني الحاجه بطريقه سهل بطريقه بروفيشنال. فهو الفكره كلها تبقى فاهم بس اللي هياخد وقت قد ايه، ايه اللي ممكن اطلعه يعني. خلاص عملنا الموديل طلع، كان هو جايب حد يقعد يعمل حصر بينما انا عندي الحصر بيطلع اوتوماتيك. تمام. طب انا ينفع في يوم من الايام اكون بيم مانجر ولا لازم معماري؟ طبعا ينفع. لان للاسف فقدت فرصه، ودي رساله لكل الشباب، في نفس شركتي في مشروع تاني كان حكومي في الرياض، شركتي كانت طالبه بيم مانجر وانا كنت مرشح بيم مانجر مش كده. ما رحتش. لا هو لو اتفرجت على جاست تو بيم هتلاقي فيها كل الكورسات اللي تخليك مؤهل ان انت تبقى بيم مانجر. تمام. طيب معلش اخر سؤال، هو انا عشان اشتغل كبيم مش ريفت يعني خلاص ريفت دي مرحله، المفروض ان بشتغل بالنيفس وبرامج تانية؟ انا ما اعرفش غير النيفس وايه تاني. لو انت بتتكلم عن الفور دي عندنا برنامج اسمه سينكرو مثلا، ده من ضمن البرامج القويه. لكن يعني البرامج هم كتير ولا لا؟ والله بص ركز على السوق عايز ايه. يعني انا مثلا لو انا عايز اتعلم مثلا، افترض ان انا عايز اتعلم مثلا برمجة العاب مثلا بعيد عن المجال خالص، او برامج الالعاب بيقول لي مثلا كذا وكذا وكذا، ببدا امسك البرامج دي وابدا اشوف انا اللي مطلوب في السوق. بدخل على موقع مثلا لينكد ان واعمل سيرش على كل واحد فيهم وابدا اشوف ده مطلوب كام في المية. يعني مثلا برنامج يونيتي مطلوب مثلا 100 مرة، برنامج انريل مطلوب اكتر، فخلاص يبقى انا هركز على الانريل. تمام. دي الفكرة، انا بشوف ايه المطلوب برنامج قوي بس مش مطلوب هنا في المنطقه، فهيكون بضيع وقت عشان اتعلمه. تمام. شكرا لحضرتك. طيب في سؤال بيسال هل الريفت ايه الاضافات اللي ممكن اضيفها على الريفت بحيث ارندر من خلالها؟ طيب الريندر على الريفت كافي لو انت عايز تعمل صوره كويسه، ما فيهوش مشكله خالص. لو انت عايز بقى حاجه اضطر بقى تروح مثلا عندنا برنامج اسمه اليومن، هتلاقي الشرح بتاعه برضه هنا على القناه. تمام. ده الشرح بتاعه اهوت، طلع منه الاصدار رقم 10 هتلاقي موجود. في برنامج في 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 برنامج اسمه ايه، في برامج قويه جدا في لو انت عايز تبعت للسي دي ماكس، سي دي ماكس تعمل رندر وخلاص هتلاقيه قوي جدا. وممكن تعمل رندر حسب ما انت عايز. هو دلوقتي في الفي ري بينفع تسيبها جوه الريفت، فلو انت سطبت الفي ري هيجيب لك رندر قريب قوي من الفي ري اللي موجود في السي دي ماكس، مش تريكل بس قريب منه. تمام. طيب في كذا ادنس موجوده تشرح على الريفت. في برنامج حلو قوي كان اسمه بيعمل ايه رندر، كان تبع شركه دي تبع شركه ايبك بس مش فاكر اسمه ايه. توين موشن، في برنامج اسمه توين موشن، البرامج القويه جدا في موضوع الرندر ومجاني، فيا ريت الناس تشتغل عليه لان هو مش هيدفع فلوس او كده. تمام. ده الرندر اسمه توين موشن، ده بيسطب جوه الريفت بيعمل رندر عالي جدا يعني. تمام. ولو انت كوفي الاستوديو ماكس صدر اشرح لي. طيب معلش هنحاول اقرا بس السؤال دوت. هو السؤال هل
في علاقه او ممكن في علاقه البرامج النمذجه مثل بيكس او انسز قربت مع البيم روبوت؟ تمام، هي بس الانجليزي مع العربي بيلف. طيب في علاقه، قال هو ان انا ملف سواء جي بي اكس ام ال او اي اف سي، هي البرامج دي خلاص بدات تقبل الامتداد ديت، الامتداد دي بقت بقت مقبوله في البرامج بتاعت البيم بتاعت الانسز، فتقدر تنقل المعلومات من هنا لهنا. لما الشركات قالت ايه، احنا كده كل واحد فينا بيتكلم لغه وكل واحد منفصل وكل حاجه لوحديها، لا خلينا ايه نوحدها مع بعض. تمام، فاصبح سهل ان انت تصدر من هنا لهنا وتشتغل باي مشاكل خالص. تمام، طيب رندرك على سكتش اب افضل من رندر. واحد كاتب بلندر، في برنامج حلو قوي اسمه بلندر، ده اوبن سورس وتقدر تاخد الشغل مجاني بدون امشك خالص، ده من برامج القوية يعني. طيب هل في اعتقد مهندس عمر؟ طيب في اي اسئله تاني؟ السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله، باشمهندس عمر. باشمهندس كيف حالك؟ ايوه الحمد لله. باشمهندس هو بتقابلنا مشكله في ايه؟ في الفاينل تاتش، اللي هو احنا عارفين يعني في حاجات كتير في الدورات الله يعطيك العافيه مهتمين بيها كاساس يشتغل اساسيات، لما نيجي نعمل اخراج احترافي يعني الريف النيفز لما نيجي نربطه مع البرنامج الزمني ونطلع مشروع متكامل، ازاي نطلعه للكلاينت بالشكل الاحترافي، ده مش موجود عندنا. نتيجه ممكن يكون في لو في ريسورسات مصادر للحاجات دي، ازاي نطلع حاجه احترافيه بس نطلع اخراج الملك بالشكل اللي باين انك انت محترف في الموضوع. تمام، انت قصدك الريندر اللي موجود على نفس ورك؟ نيفز ورك لما اشتغلت عليه ريندر ولما اشتغلت عليه برنامج زمني وربطت عليه. طيب. اوكي، الموضوع يطلع للملك الاوت بوت اللي طالع الفاينل مش بالجوده اللي مطلوبه، مش بيبين الموضوع الاحترافيه، ومفيش حاجه معينه عن اللي بتدي الموضوع ده. 2018. 2018. طيب ليه ما تشتغلش على 2022؟ يعني بيبقى الريندر اقوى وبيعتمد بعض المحركات اقوى. 2021 في حاجه مساعده، في حاجه مساعده تقدر تطلع لنا الموضوع مع النيفز، او في مثلا تريننج معين. انت عايز تعمل ريندر للتايم لاين. التايم لاين بالظبط. تمام، هو التايم لاين للاسف في نفس وركس ما بينفعش يصدر للسي دي ماكس. يعني لما بتيجي تصدر جدول الزمني لل 3 دي ماكس ما تمام بيخرج ككتله واحده مش كجدول زمني، عكس السينكرو. سينكرو بيصدر بالجدول الزمني بيبقى شكله بيبقى اقوى بكتير يعني. تمام، فحلو. لا في الريفت نفس وركس لا، كان في ناس قالوا ان هم عملوا سكريبت بس حتى الان السكريبت ده مش متوفر او مش لاقيه مع حاجه كده. تمام. طيب الحل بتاعك ان انت تشتغل على اصدار احدث، لان هو في كل مره بيعمل اوبتمايز او بيعمل انهانس او بيعمل تحسين للحاجه، فتلاقي الرندر سطب 2021 وانا ان شاء الله سطبته، بس محتاج ان انا اعمل ستارت. لو كان اشتغل كنت اوريكم ازاي نعمل تحسين للماتيريال، تحسين للاضاءه، الحاجات دي كلها. فان شاء الله احاول اعمل فيديو مع الاظهار في قلب البرنامج بحيث انه يطلع بشكله جميل ان شاء الله. تمام، شكرا. يعني انا هعمل ان شاء الله على القناه ناوي تعمل سبسكرايب، وهتلاقي ان شاء الله الفيديوهات قريب نازله. تمام، في سؤال ثاني دكتور ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس، اخبارك؟ اتفضل. الله يخليك، انا بس حبيت يعني انوه للحضور بالنسبه للبرامج اللي ساعات اتكلم عليها بالنسبه للبيرفز ورك. انا اوريدي اشتغلت على بعض المشاريع الميجا هنا في السعوديه الحمد لله، ومن فتره قريبه كان جوه المناقصه وجوه المواصفات وجوه البرامج دي شرط اساسي ان المقاول يكون موجود معاه وفي ستاف لها، يعني مش انها مزاج ولا انها مثلا يعني واحد حد ولا شاف مشروع في دبي وحب يتفزلك على الناس في المشروع سواء كلاينت ولا استشاري يقول انا عاوز او لا. انا بس بدي فكره للشباب الحاضرين
ان فعلا البند اساسي جوه في جدول الكميات وفي العقد نفسه وبتتسلم للملك كمان والاستشاري. تمام يا دكتور. هو فعلا بيبقى في بينص صراحه ان انت لازم تعمله ببرنامج معين مثلا ريفيت او كذا او كذا، بيشترط البرنامج نفسه في قلب الحاجه واصبح اجباري، وهو بيبدا يدور في السوق بيلاقي حد بيبقى ليه اولويه للتعيين. فدي حاجه كويسه يعني ان في اهتمام والناس الحمد لله بدات تهتم بالموضوع وبداوا يتعلمون ان شاء الله. ممتاز شكرا. الله يكرمك. طيب في سؤال حلو قوي من باشمهندس مصطفى. انا دلوقتي خلصت تعلم ريفت معماري وانشائي وكنت حابب اتعلم نفس وركس، اضافه لنفس وركس اضافه لك مهندس انشائي مع العلم ان مهندس حديث خرج. طيب بص يا دكتور، هو بيضيف اول حاجه البعد الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه، فتقدر تشوف الموديل 4D بيضيف لك التكلفه، تعرف التكلفه بشكل قوي. بمعنى ايه؟ ان هو مش بيقول لك انت عندك كام عمود او كام باب، هو بيقول لك الباب هيكلفك قد ايه من خلال مثلا بيحسب تكلفه العام، من تكلفه الاستخدام، تكلفه ايجار الالات، تكلفه تبدا تضيف العوامل بتاع كل عنصر. لو في مسامير بتبدا تحطها فبيجيب لي رقم دقيق جدا في الموضوع دوت. وحاجه ثانيه بيجيب لك كلاشات، يبدا يجيب لك الكلاشات فين ويجيبها لك بشكل قوي جدا، بيعمل ريبورت فيه صور لكل حاجه ودرجه الكلاشات والحاجات دي كلها. مقارنه مش النفس وركس والبرمافيرا، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، الاثنين بيشتغلوا مع بعض. البرمافيرا جدول زمني والنفس وركس بيربط بين الجدول ريفت، يعني ما ينفعش اقول ايه انا الاحسن، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه خالص. انا ممكن اقارن بين البرمافيرا وام اس بروجيكت. ام اس بروجيكت ده في المشاريع الصغيره مفيش حد بيشتغل عشان هو عارف ام اس بروجيكت. الناس سينكرو. تمام؟ ان شاء الله في دورات كتيره هتبدا في المهندس وليد عبد الرحمن، من الناس القويه جدا في اداره المشاريع، والناس اللي خدت معايا في ام بي الحمد لله عدت اول مره نشكر فيه، يدينا كورس في اداره المشاريع في ام بي، وفي كورس في اداره في البرمجه بتاعت السي شارب معانا برضو في بيم اريبيا، وفي كذا كورس ان شاء الله، وبالذات بعد شويه كورسات كويسه باذن الله اتمنى ان الناس تستفاد منها ان شاء الله. تمام. ولو اي حد عايز يشرفنا في كورس يتكلم مع المهندس محمد اشرف، هو مسؤول للحاجه. باشمهندس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجروب بتاع الواتس تقريبا فل، فاحنا طلبنا ان يكون في جروب تاني. عملنا جروب تاني وعملنا جروب على حاجه اسمها تليجرام، وفي صفحتنا على الفيسبوك وفي على اليوتيوب، تقدر تعمل سبسكرايب واي محاضرات هتنزل هجيب لك على الجرس هتلاقي الفيديوهات جت، هتلاقي حتى احنا عاملين بلاي ليست خاصه بالمحاضرات بتاعت بيم اريبيا ديت، هتلاقي فيها يعني كل كروس اداره المشاريع وكلها هتنزل هنا ان شاء الله. طب ممكن لو ينزل الرقم بتاع الجروب الثاني لو سمحت على الشات؟ الباشمهندس محمد اشرف هينزلها لك، ومهندس محمد اشرف هو ما شاء الله المسؤول عن كل حاجه. شكرا باشمهندس. الله يكرمك باشمهندس. يعني هو تقريبا كان حاطط الرابط من شويه لكل حاجه. طيب هل في اي اسئله او في اي حاجه؟ دي اسئله. الكورسات كلها مجانيه. طيب الرابط وحط الرابط. هل تم اعتماد كود للبيم ودرجه ال او دي؟ ال او دي في حاجه اسمها ال او دي فورم، ده خلاص ده ثابت، ده كل الناس بدات تعتمد عليه. لود بيم فورم اهوت. تمام. وهتلاقي على قناه بيم اريبيا شرحناه بالتفصيل، تقدر تحمله وتقدر تشوف كل حاجه المفروض اللي تعمل فيها. كود البيم صدر خلاص من كام يوم من مركز بحوث البناء في مصر، بس مش اجباري، يعني لازم يصدر قرار من الدوله ان الكود ده ولن يتم استلام اي مبنى، بس طبعا المباني الصغيره مش هينفع تخليها اجباري، فلسه الموضوع ده بيتناقش، هل نخليها لمباني معينه زي الامارات مثلا، المباني اللي فوق 20 دور ولا كل المباني ولا الفنادق، يعني لسه الموضوع ده بيتناقش.
وان شاء الله اي حاجه جديده ان شاء الله هنبلغكم بها باذن الله. شكرا لكم جدا ان انتم استحملتونا، الموضوع جه على غفله، ما كنتش محضر البرنامج للاسف، وللاسف يعني ان شاء الله المره الجايه يكون الوضع افضل ويكون الباشمهندس حسام معاكم باذن الله، هو افضل مني.